الحرب من أجوارك يا حرب من خان شيخون الجمعة. في خرق جديد للهدنة استهدف الطيران الحربي التابع لقوات النظام بأربع غارات جوية مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ثلاث منها بالصواريخ الفراغية وواحدة بالقنابل العنقودية، أدت إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة، بالإضافة إلى دمار كبير بالأبنية السكنية والمحال التجارية. قاعدين بهالبيت امان وامن وامان الحمد لله رب العالمين، ما شفنا الا طيران الاسدي غار على الدار والحمد لله رب العالمين. وهاي الارهابي اللي عم يضربها بشار الاسد، شفتوا هاي الارهابي؟ ها هذا الارهابي اللي بده اياه بشار الاسد. هاي الاطفال، هاي الاطفال بده اياهم بشار الاسد، ما بده حدا، بده الارهاب. هذا الارهاب، الارهاب انه الواحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، بس باذن الله باذن الله باذن الله. اعمال بدك اياه ونحن فوقنا الله سبحانه وتعالى ومعنا الله سبحانه وتعالى، وبدك اياه ساوي. تم استهداف مدينه خان شيخون باربع غارات حربيه. طبعا وقت الاستهداف كان اثناء خروج المصلين من الجوامع، ادى الاستهداف الى حصولنا كشهداء وإصابات. طبعا عدد الشهداء كان 3 شهداء و8 إصابات، طبعا أغلبهم من الأطفال والنساء. طبعا نحن بعد الهدنة اليوم الرابع تم استهداف المدينة بالغارات الحربية، يعني عمليا لا يوجد هدنة في مدينة خان شيخون. تعددت خروقات الهدنة وخصوصا في منطقة ريف إدلب الجنوبية. يقول الأهالي أن الهدنة هشة وهشة للغاية بعد استهداف مدينة خان شيخون وبلدة التمانعة والشيخ مصطفى وبلدة خان السبل بالغارات الجوية. هاشم العبدالله، أورينت نيوز، مدينة خان شيخون، ريف إدلب الجنوبي.